إذن نعرج إلى الأسرة مع الأستاذ محمد. كيف تصف ملامح الأسرة ومنهج التربية الذي يتبعه الشيخ حمد داخل هذه الأسرة الكريمة؟ الشيخ رحمة الله عليه ترعرع في وسط أسرة عريقة. نعم. عرفت هذه الأسرة بالعلم والوجاهة. نعم. وتقلد أفرادها العديد من المناصب. نعم. في شتى الميادين، فمنهم العالم الزاهد والوالي والتاجر، إضافة إلى ذلك كان والده الشيخ سعود رحمة الله عليه نائما لوالي مطرح. ما شاء الله. وبعد ذلك عين، ومن ثم عين واليا على رأس الحد في المنطقة الشرقية. جميل. الشيخ حمد رحمة الله عليه هو أكبر أشقائه. نعم. من بين 8 أشقاء. نعم. 4 من البنين و4 من البنات. جميل. وطبعا له 4 من الأبناء و2 من البنات. نعم. والعديد من الأحفاد. ما شاء الله. الشيخ رحمة الله عليه تحلى بفطنة. جميل. وكياسة ودماثة خلق وتواضع جم، ويعود ذلك طبعا إلى ما استقاه من معرفة وفهم وتربية صالحة. نعم. على يد والديه الأجلاء. جميل. ومجالسته وتتلمذه على يد عمه الشيخ العلامة سالم بن عبد الله الخنجري رحمة الله عليه. نعم. طبعا هذا بالإضافة إلى ما اكتسبه من صلاة واتصالات مع العديد من العلماء. أكيد. والكتاب والفقهاء في ذلك الزمان. نعم. طبعا لا شك ولا يخفى على أحد تربية أبنائه على نفس النهج. نعم. فكان رحمه الله يربي أبنائه على فضائل الصفات. جميل. ومكارم الأخلاق التي تحلى وتخلق بها. نعم. وبكل هذه الصفات والهبات الربانية تكونت شخصية الشيخ حمد رحمة الله عليه، والتي أهلته ليتبوأ مكانة مجتمعية. نعم. ومرموقة. نعم. لكن المتتبع أستاذ محمد اسمح لي، يعني لسير العظماء تجد لهم في منهج التربية بصمة. نعم. فالمتابع أو المتابعة هنا يعني يلتمس أن يتعلم من هذه الشخصيات كيف ربى أولاده، يعني نعم على الصفات الحميدة، لكن ما هو المنهج اتبعه يعني التفصيلي في تربية الأولاد؟ قد كنتوا الأحفاد. نعم. لكن شاهدتوا آباءكم. نعم. كيف تربوا على يد الشيخ حمد. نعم. فكيف كان يتبع؟ ما هو الأسلوب المتبع؟ هل كان الشدة؟ هل هناك قسوة؟ هل هناك نوع من اللين والتلاطف؟ كيف لي أنا أتعلم من هذه الشخصية في تربية الأبناء؟ لا يخفى على أحد القدوة البناءة هي التربية الهادفة. أكيد. فكان الشيخ رحمة الله عليه بين حزم ولين. نعم. ولا يأمر بشيء. نعم. إلا وهو قد فعله. جزاك الله خير. ولا ينهى عن شيء إلا وقد انتهى عنه. نعم. هذه التربية بالقدوة. هذه التربية بالقدوة. القدوة. نعم. فتارة. وهذا منهج نبوي. نعم. شريف. نعم حق. نعم. وهكذا هو نهج العلماء. طبعا. وهذا ما تعلمنا من الآباء والأجداد رحمهم طبعًا الله. طبعًا. فكان رحمه الله رحمة الله عليه كون سمعة حسنة مشهودة في حل العديد من المشاكل الاجتماعية الشائكة والمسائل. نعم. الفقهية الشرعية. نعم. وطبعا يعني لا يخفى على أحد أن عائلة الشيخ رحمه الله ارتبطت بعلاقة نسب مع السيد محمد بن أحمد البوسعيدي الملقب. نعم. بالغشام معروف. فكان صهر الشيخ. نعم. زوج أخته. ما شاء الله. نعم. ووالي مطرح طبعا كان. نعم. في ذلك الوقت. نعم. وكذلك مع السيد أحمد بن إبراهيم ابن الإمام عزان بن قيس. نعم. البوسعيدي ناظر. نعم. الشؤون الداخلية في ذلك الوقت كذلك. نعم. هو صهر الشيخ. نعم. زوج أخته. نعم. وطبعا تميزت العائلة بتواصلها الوثيق مع السلاطين وولاة. نعم. الأمر. نعم. ومن في حكمهم. نعم. وهناك العديد من المخاطبات والمراسلات ما بين الأجداد وما بين المشايخ سعود. نعم. وسالم رحمهم الله، ومن ثم المشايخ بعد ذلك، وبعد ذلك المشايخ الجد حمد رحمة الله عليه والجد حمود والجد محمد. نعم. هؤلاء كلهم رحمة الله عليهم ونوابهم كانوا طبعا في صلاة وتواصل مع السلاطين في تلك الفترة. جميل. جميل. نعود للمنهج التربية وأسأل الأخ المهندس أسعد، يعني هل أنتم كأحفاد تأثرتم بهذا المنهج، يعني من خلال الجد حمد أو من خلال آبائكم؟ نعم مهندس. أكيد طبعا كعائلة نأخذ كل ونحاول نقتبس كل ما كان الشيخ حمد يتحلى به. نعم. كان الشيخ حمد حليما ودودا. نعم. رؤوفا كريما حكيما طيب المعشر. نعم. مع أهله ومع كل من تعامل معه. إذن هو مدرسة متنقلة. نعم. نعم. فقد كان الأب المربي والمعلم الناصح والقاضي العادل. نعم. والشيخ الحازم والطبيب المداوي أيضا. عيد العبارة مرة ثانية. كان الشيخ حمد. نعم.
الأب المربي، نعم، والمعلم الناصح، نعم، والقاضي العادل، نعم، والشيخ الحازم، نعم، والطبيب المداوي. ما شاء الله. فكان حقيقة موسوعة، نعم، الشيخ حمد، وكان قريبا من الجميع الكبير والصغير، نعم، فإن قصدوه في أمر كان حكيمهم. جميل. وإن زاوروه كان حبيبهم، نعم، وإن مرضوا كان طبيبهم، نعم. وانتهج الوسطية والاعتدال في كل الأمور، وهذا ما قربه من الجميع، وابتعد، نعم، عن الغلو وكل مسببات الشقاق والفرقة. السلام. فهو علم أن هذه المسببات لن تأتي إلا بالمشاكل، فابتعد، نعم، عنها جميعا، والحمد لله رب العالمين، فسيرته ما زالت قائمة كعظيم، نعم، من عظماء الأمة. نعم.